رغم ان الحكومه باقي ما دارتش على 100 يوم، ولكن عوض انها تنتج لنا 100 قرار ايجابي يفرح ويسعد الشعب المغربي، اذا بها تنتج لنا فقط غير 100 فضيحه، حيت غير كتبان فضيحه وكتنسى كتبان فضيحه اخرى. ما نحتاجوش نذكروا الراي العام بالفضيحه اللي تورط فيها وزير التعليم شكيب الموسى، القضيه بمنع الناس اللي عندهم اكثر من 30 سنه يولجوا لمراكز ديال التربيه، وهو قرار انفرادي لم يشترك فيه مع اي واحد من مكونات الامه. ثم يعني الله المغاربه نساو هذه الفضيحه هذه بالموسى، جات فضيحه اخرى ديال عواطف حيار وزير التضامن اللي جات رجل للديوان. بوم من الناحيه القانونيه من حقها ان تاسي بمن ارادت للديوان، ولكن من الناحيه الاخلاقيه باش تجيب زوجها شويه مساله يعني فيها شبهه. ولكن الفضيح فيها هو انه رجلها ليس فقط انه جابته للديوان، بل اصبح هو الامر والنهي في وزاره التضامن ضدا على الظهائر وضدا على النصوص والمراسيم اللي كتنظم العمل ديال المرفق العمومي. ويلا المغاربه بداوا يعني ينساو يعني بالكاد الفضيحه ديال عواطف حيار، اذا السي عطيف وهبي وزير العدل تينتج لنا واحد الفضيحه من عيار ثقيل. علاش من عيار ثقيل؟ لان وهبي ليس فقط وزير بل هو امين عام حزب، وهذا ضفت شديد، لان يفترض في المرء اللي كيكون وزير وزعيم حزب ان يكون اكثر اتزانا واكثر تعقلا واكثر حكمه، ويكون كيف كنقولوا حنا بالدارجه لسانه شارب بلولو. لكن للاسف الشديد ما وقع في سارودانس من طرف عبد اللطيف وهبي يعني بين على واحد الخصه في العمل السياسي، واساء المؤسسات الحكومه ومؤسسات الوزير. احنا ما نحتاجوش نرجعوا لشي ديال سارودانس، لان الناس تفرجوا في لي ريزو سوسيو في الفيديو الذي بان فيه عبد اللطيف وهبي بواحد المستوى جد ساقط وجد منحط. علاش؟ لان وهبي ما مشاش لسارودانس بصفته كامين عام حزب، وما مشاش لسارودانس بصفته كوزير يمثل الحكومة، لا، مشى بصفته كرئيس الجماعة ديال سارودانس. وهذا هو ظرف التجديد، لأنه استقوى بمنصبه الحكومي على واحد الموظف عادي. احنا ما تهمناش ذاك الموظف واش دخل في الخصومة مع عبد اللطيف وهبي، ما تهمناش ذاك الموظف واش ينتمي لشي حزب يعني خصم الحزب ديال عبد اللطيف وهبي، هذا نقاش آخر. احنا كيهمنا هي اللغة الساقطة التي استعملها وهبي من جهة، ثم ثانيا انتحل صفة، لأن ذاك النشاط لم يحضره كما قلنا كوزير، حضره كرئيس جماعة، ولكن انتحل صفة وزير للاستقواء على ذاك الموظف. والأفظع من ذلك هو أنه ادعى بصفته كوزير العدل أنني كنحكم في كل شيء، تابعين لي المحاكم، تابعين لي البوليس، تابعين لي الجدرمية، تابعين لي المخابرات، بقى عليه يقول المارينز هما اللي القبعات الزرق ديال الأمم المتحدة اللي ما تابعينش ليا، وبأن الناس اللي تابعين ليا كيجيبوا لي الأخبار، وكنعرف حتى اللون ديال التقاشر ديالك. وهنا بعض الأسئلة كبرى تطرح، واش وهبي ما فخباروش بأن النيابة العامة راه أصبحت مستقلة مبقاش تابعة للنيابة، مبقاش تابعة لوزارة العدل؟ جوج، واش ما فخبارش وهبي بأن الشرطة القضائية راه تابعة لرئيس النيابة العامة ما تابعاش لوزير العدل؟ ثلاثة، واش وهبي ما نسى بأن المحاكم راه ولات سلطة قضائية مستقلة ما تابعاش نهائيا لوزير العدل؟ ثم رابعا، واش نسى وزير العدل بأنه راه النصوص الجديدة ديال الهندسة الحكومية وخاصة وزارة العدل راه تجعلوها فقط غير واحد التريتور اللي تينشط يعني البطوله بين المتزوجتين القضائيه، يوفر المحاكم، يوفر الكراسي، يوفر البيروات، ويوفر يعني الجو العام باش الناس يمارسوا التقاضي ديالهم في المحاكم. هذا هو الدور ديالو، فضلا على السياسه الجنائيه والاشراف على بعض المهن اللي تابعه ليه من محامين ومتقين وعدولات الى اخره. لكن للاسف الشديد يعني تطاول على 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 اختصاص وتعسف على واحد الموظف بسيط. وهنا يحق لنا ان نستحضر بان وهبي ما عندوش غير هذه الفضيحه، راه عنده سوابق وسوابق يعني سيئه في هذا المجال. نذكروا بالفضيحه الاولى ديال الساعه الاضافيه، ياك هو اقام الدنيا واقعدها في البرلمان في المعارضه، فاش قال بانه ان فوا غنطلع من الحكومه غنحيد هذه الساعه الاضافيه، هو طلع وضرب الطم. ثانيا الفضيحه الثانيه وهو ديال العفو العام، فاش قال لك بان انا غادي نتقدم للملك بواحد العفو، ذكرنا بديك اللغه الحامضه ديال عبد البلكيران، لانه قلت للملك غادي نقول للملك عاودت على الملك الى اخره، فاذا به يتراجع لانه نسى بان راه هناك مسطره تنظم لا العفو الخاص ولا العفو العام. والفظيع في الامر انه وزير العدل وصي على لجنه العفو وما عرفش حتى المساطير المنظمه لهذه اللجنه. الفضيحه الثانيه او الثالثه وهو ديال ادعائه بان 90% من المحامين ما تيخلصوش الضرائب، وهو هنا غنفتحوا قوس، هو راه محامي ما قالش لنا السي وهبي واش هو مع ذوك 90% اللي ما تيخلصوش الضرائب، ولا مع ذوك 10% المبشرين بالجنه اللي تيخلصوا الضرائب. دونك توليكا خاصو ينشر لنا البيانات، الا كان مع 10% يجيب لنا وثيقه يبينها بانه انا كمحامي اسدد جميع الضرائب وذمتي بريئه مع الدوله المغربيه. يعني 90% ديال المحامين معناها انها يعني هذا القول مسنود بدراسه، هذيك الدراسه وجب علي ان ينشرها للراي العام ليطلع على حقيقه الامور. ولا كانوا هاد الناس جابوا لك الخبار، جابوا لك اللون ديال التقاشر، وسيدي حنا بغينا هاد الناس اللي تابعين لك
كيجيبوا لك معلومات، يجيبوا لك اخويا غير المعلومات ديال المحاكم، ما فيهمش الطواليتات وما فيهمش الماء وما فيهمش الولوجيات ديال الناس ذوي الاعاقه، والملفات راكدين في المحاكم 3 سنين 5 سنين 6 سنين بشكل يضر بسمعه القضاء ويضر بسمعه ومصالح المتقاضين. هنا في الخاص الناس اللي كيجيبوا لك معلومات تبين لنا حنه يدك الا كنتي وزير وكنتي زعيم حزب.